نبدأ الزابينج متاعنا اليوم باش يجينا من مصر على خاطر سي القرضاوي يخرج في مصر يحذر المصريين من الخروج على الحاكم لأن في ذلك إثم كبير. نقول له احنا هذا على أساس أنه مبارك كان مدرب نادي المزارع، أما حصلوا يا لطيف برا. فما واحد مصري مسكين سخافني قال لك البلاد عمال على بطال وعمال ترجع لورا، قربنا نخبط في السودان. ما تضحكش برشا، ماناش بعاد عليهم راهو. زابينج. نمشي للزابينج الموالي نتاعنا. قال لك فما حمار يتفرج في سباق نتاع حصان، بدا يبكي، قالوا له شبيك؟ قالوا له كان كمال قراتي راني معاهم. زابينج. قال لك سيلينا ماكله بعضها على خاطر الوالي قريب من سي جبالي، حرب عروشيه في مساكن وسيد الهاني على خاطر سي الوالي قريب سي لوز، وزاره الخارجيه خربت على خاطر راجل بنت سي فلتان، والوزاره الفلتانيه تابعه سي الوزير الفلتاني، والبنت خالت خوه خالت عمه جاره حبيبتنا اللي سكنت معنا في البلاد برا. انت خويا حاول سيفهم، شوف الشجره نتاع العائله نتاعهم كيف هو. صحيح اللي بنى عليه هرب وطرابلسيه فصعوا، اما الفكر نتاعهم راهو مازال موجود. فما واحد مسكين باغامو على نيته معناه، قال ماي نورمال، ماي فتره انتقاليه، إذنكم تعطيو فرصة أخرى للنهضة وتنتخبوا وتشوفوا تونس كيفاش تولي وتتصلح. خرج له مسكين عادل إمام رغوان وخاتيه، قالوا أنت تسكت خالص ولا قسما عظما حقطع لك لسانك من لغاليغو. زابينج. في الأخر أخويا ما سخفني كان الحيط، ناس كل داخلة فيه. زابينج. كان